أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسهم واتجاهات، معكم أنا صفا رجب ومعي عبر الهاتف السيد نبيل بيرم مدير أبحاث بشركة المجموعة السويسرية. مرحبا بك معنا سيد نبيل. أهلا بك. وكما عودناكم مستمعين نتابع في برنامجنا تحليلا لأداء الأسهم التي ترسلونها لنا عبر البريد الإلكتروني، لكن دعني أبدأ معك سيد نبيل بالحديث حول أول سهم معنا وهو سهم طلعت مصطفى، فما هو تعليقك على أداء هذا السهم وما هي أيضا توصياتك التي يمكن أن نوجهها لمن يستثمر في هذا السهم؟ بالنسبة لطلعت مصطفى حاليا هو بيتحرك اتجاه نزولي، في الإضافة ما عندنا كمان مومنتم للنزول، يعني اتجاه النزول أقوى كمؤشرات. مستويات المقاومة بالنسبة لطلعة مصطفى خلال الأسبوع ده موجودة عند 9.57 و 9.93، الدعوم خلال الأسبوع ده موجود عند 8.83 و 8.45، إلا إن في هدف مهم خلال الأجل المتوسط ألا وهو 27. بننصح الناس على المستويات المقاومة اللي احنا قلناها. اذا بماذا تنصح المستثمرين فيه؟ اعتقد انه هيستمر في اتجاهه النزولي بسبب البيع هو افضل قرار. نعم. طيب لو انتقلنا للسهم الثاني معنا وهو الاهلي للتنمية والاستثمار، فكيف تحدثنا عن اداء هذا السهم؟ الاهلي برضه بيتحرك في اتجاه نزولي، خلال الاسبوع الماضي اتحرك في البريك اوت بسيط، يعني البريك ده بيبقى فرصه بالنسبه لنا للبيع. عندنا مستويات المقاومه خلال الاسبوع ده بالنسبه للاهلي موجوده عند 10.88 و 11.24، الدعوم خلال الاسبوع ده موجود عند 10 وعند 9.5، عند المستهدف الاجل المتوسط 78 ثم 7.14. بالتالي احنا قررنا بالنسبة للأهلي من الاستثمار اللي هو البيع، لأنه أعتقد أنه هيكمل في الدول السعودية مرة ثانية. نعم. ماري ديف هو السهم الثالث معنا في هذه الحلقة، يعني كيف تعلق لنا على أداء هذا السهم وما هي قراءتك المستقبلية لأدائه وكذلك توصياتك للمستثمرين فيه؟ ماري ديف خلال فترة بالنسبة بشكل كبير، أصبحنا في منطقة بيوبرسول، يعني نزلت بشكل كبير جدا، المؤشرات كلها متدنيه بشكل كبير، بالتالي المستويات دي مستويات احتفاظ، مستويات تأمين المراكز، ومعاودة الشراء بعد اتجاهه الصاعد. عندي مستويات الدعم ودي مهمه جدا، هي 54، مستويات المقاومه خلال الاسبوع ده موجوده عند 66 وعند 70 سنت، وهي رخيصه بشكل كبير جدا، فبالتالي الشراء وتقديم المراكز على المستويات الحاليه اعتقد هو القرار الجيد. نعم. السهم الرابع معنا هو سهم اسك للتعدين، فكيف ترى ايضا اداء هذا السهم وما هي نصائحك للمستثمرين فيه؟ اسك بيتحرك برضه في اتجاه هبوطي في الفتره الاخيره، الا انه هو رخيص نسبيا في السوق. عندنا بعض المؤشرات رغم انها مش قويه قوي ولكن تؤكد انها في نهايات النزول. مستويات الدعوم خلال الاسبوع ده موجود عند 10.57 و 10 وربع، ده منطقه مهمه جدا، بنامل ان هو ما يكسرش المنطقه دي خلال الفتره القادمه. عند استقراره عند المنطقه دي وتجاوزه كمان حاجز ال 11.40 و 11.44 دي نقطه مقاومه، لو تجاوز النقطه دي بالتالي هتكون غيرنا اتجاه النزول لاتجاه صاعد. مستوى المقاومه الثاني موجود عند 12.44، بالتالي رؤيتنا بالنسبه للاسيك هو الاحتفاظ وتكوين مراكز او باي باك اعاده شراء ومستويات ال 11.49. نعم. السهم الاخير معنا في هذه الحلقه هو سهم شارم دريمز، فبماذا تحدثنا عن اداء هذا السهم وما هي يعني رؤيتك له على المدى القريب؟ شارم دريمز وبعد التحرك الكبير قوي خلال الفتره الماضيه وكمان نزوله بنفس الشكل تقريبا، احنا صححنا تقريبا اكثر من 70% من الصعود، فاعتقدنا ان احنا هنخش مرحله تصحيح بالنسبه لشارم دريمز في الاجل المتوسط، تصحيح صاعد، بالتالي مستويات الدعوم خلال الاسبوع ده موجوده عند 11.80 و 11.5، مستويات البيع وانس ان المستويات
عمدي اصبحت قويه وبدا يتفاعل معها او يبدا اتجاهه الصحيح بعد كده. انا عندي مستويات دعم مقاومه اسف عند ال 14 40 وعند ال 15 50، بالتالي احنا ممكن نخش في منطقه تصحيح الاجل المتوسط ما بين ال 11 80 وما بين ال 14 40 و 15 50، بالتالي قرار الاحتفاظ والشراء على المستويات الدعوم اللي احنا قلنا عليها والمفاجأة طبعا ما بين المنطقتين دول، وده في الغالب بيبقى مناسب اكثر للعملاء المخاطرين اللي بيتحملوا مخاطر على نسبيا من الباقيين. نعم، في نهاية حديثي معك أشكرك سيد نبيل برام مدير الأبحاث بشركة المجموعة السويسرية، كنت ضيفا معنا على راديو مباشر. شكرا لك. وبهذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أسهم واتجاهات، كنت معكم أنا صفا رجب، ولمزيد من تحليل الأسهم أرسلوا لنا أسهمكم المفضلة على radio@mubashir.info، ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا عبر الإنترنت mubashir.info، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة جديدة دمتم في أمان الله.